مشاهدون قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من الرحمة من الفتح 3. القضية كبرات ديال بصح، حضور كل من السلطات المحلية في هذا الأثناء والجمعيات ديال المجتمع المدني والجيران جاوا لهنا لعين المكان من أجل الأسرة اللي جرى عليهم مول الكرة، ماشي حتى مول الكرة اللي جا عندهم، السمسار هو اللي جا خرجهم من الدار، للأسف جا ما رحمهمش وخرجهم للزنقة ولاح لهم حوايجهم هنا في الشارع العام. السيد كيقول لك أنا ما لقيتش باش نخلص الكرة، ما خدامش، ما لقيتش باش نخلص الكرة، ما لقاش، ما عندوش فلوس باش يخلص الكرة. قال ليه صبر عليا شوية، قال لي لا ما نصبرش عليك، قال لي مول الدار بغى فلوسه وخرجوا للزنقة. أنا متفق معاكم، مول الدار بغى فلوسه باش يخلص التريطة ديال الدار، أنا متفق معاكم، ولكن السيد راه ما عطاهش مهلة، ما عطاه حتى شي حاجة. السمسار جا خرجوا من الدار، خدا ليه السوارت وخلاه هنا مليوح في الزنقة. فاليوم كنتمنى على أنكم تبارطاجيو هذا اللايف باش يوصل للناس المسؤولين ويوصل للناس المحسنين اللي يقدروا على أنهم يتعاونوا مع هاد الناس، حوايجهم كلهم في الزنقة، كل شيء مليوح لهم، الجيران والسلطات المحلية هما راه حاضرين هنا في عين المكان. كنتمنوا على أن يدار شي حل في أقرب وقت. اتصلنا بالسمسار كيقول لك أنا سيدي ماشي سمسار، أنا هاد الناس أنا جبتهم في الأول، أنا اللي خرجتهم، قلنا ليه جي لعندنا عطينا الساروت نرجعوا الناس للدار، أولا جي عندنا نهضروا مع مول الدار شخصيا، ما بغاش يجي عندنا، ما بغاش يهضر معنا، ما بغاش يجي، كيقول لك بأن أننا ماشي سمسار وماش أنا اللي خرجتهم، كيتناقض غير بوحدو في الهضرة. فالله يرحم لكم الوالدين، بارطاجيو هذا اللايف لعل وعسى الصوت ديال هاد الناس يوصل للناس المحسنين اللي يقدروا على أنهم يعاونوهم في سبيل الله. الناس هما راه في الزنقة، السلطات المحلية حاضرين هنا في عين المكان، كذلك الجيران والجمعيات ديال المجتمع المدني هما حاضرين هنا وساخطين على هاد القضية هادي، وكنتمناو على أن يدار شي حل في أقرب وقت، لأن الزوجة والزوج والبنيتة اللي باقا صغيرة ومريضة بالتوحد كلهم هنا في الزنقة، الجيران ما راضينش على هذا الوضع، كل شيء كيطالب بالتدخل العاجل باش هاد الناس يطلق عليهم الحل. جا السمسار خرجهم من الدار، قال لهم الدار بغى فلوسه وجرع عليهم وخرجهم ودى الساروت. كنتصلوا به كنقول له اجي، ما بغاش يجي، كيقول لك انا ماشي سمسار. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنتمنى لأنكم تبارطاجيو هذا اللايف باش يوصل للناس المحسنين والمغاربة اللي في قلوبهم الرحمة. هذا السيد مجموع عليه 3 شهور ديال الكرادة والشهر الثالث دخل عليه كيخلص 1500 درهم، 1500 درهم اللي في 3 شهور اللي كتسالو. كنتمنى لأنكم توقفوا مع هذا السيد وقفة رجال، السلطات المحلية هما حاضرين. إلا ما بغاش يدير هذا السيد الحل فغادي نضطروا على أننا نتصلوا برجال الأمن باش يجيو يحضروا في عين المكان، لأن السيد جا دخل عليه الدار وخرجوا من الدار وسد الباب ودى الساروت. هذا السيد ما كريم عنده، ما بيناتهم شي عقد كراء، ما بيناتهم حتى شي حاجة. السيد جابوا نهار الأول من شهر 9 ديال العام اللي فات، هو ساكن هنا كيخلص الكرة، ما بقاش كيخلص مسكين، لان ما بقاش الخدمه، ما بقاش خدام، ولكن للاسف هاد السمسار اللي جابو جا دخل عليه الدار وخرجوا ولاح ليه حوايجو الزنقه وسد الباب ودى الساروت ومشى. كيقول لك انا عندي طاكسي، انا خدام في الولفه. لا حول ولا قوه الا بالله. فكنتمنى على انكم اخوتي تبارطاجيو هاد اللايف باش يوصل الناس ذوي القلوب الرحيمه اللي يقدروا يتعاونوا مع هاد الناس في سبيل الله، في سبيل الله. السيد هو في الزنقة ما عندوش فين غيمشي، ما عندوش فين غيمشي، لا حنين لا رحيم، الفراش راهو فين مليوح، الجيران والسلطات المحلية هما حاضرين هنا اللي مشكورين على المجهودات اللي كيقوموا بها، جاو حضروا على وجه السرعة باش يلقاو حل لهاد الناس هاد. فغنحاولوا ناخذوا النمرة ديال هاد السيد باش نحطوها لكم في لي كومونتير باش اللي شاف هاد اللايف يتعاون معاه في سبيل الله. قول لي النمرة عافاك، 0648 0648 92 92
35 30 ما عنديش الكلمه. اييه لا قلت لي ما مخلص قلت لي ما هذا مول الدار مع من كتهضر مول الدار مع مول الدار ادوي مع دو مع كمل الهضره قلت لي شوف قلت لي ما عندك باش تخلصني غتخرج قلت لي ما عندي ما ندير لك اي ما غنجيب لا عيدا على لا حزانو لا حيت شافك في الشوك تي في لا ما شوف شوف الناس دازو شافونا لا شوف اخويا شوف راه الناس جاو شافونا وبداو يغوتوا حتى كاينين المسلمين حدا كاينين شوف 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 اخويا انت راك درتي معنا الله ديال مزيان حنا ما نكرناكش لا لا شوف شوف اخويا عايز شوف اخويا عايز شوف اخويا عايز شوف شوف هذه يهضر انا بغيت نتكلم معك واحد السيد السلام عليكم السلام عليكم خويا كي داير لاباس عليك الله يحفظك خويا الله يجزيك بخير معك اخويا واحد من السكينه تين اسمح لي اخويا واخا تجرات وتكلمت معك وداكشي ولكن حنا لا مجرد وسيط الخير فهمتي باش عارف اخويا فهمتي الله يجزيك بخير الله يجزيك بخير شوف هاد السيد هذا كتسالو شوف كتسالو شهرين ولا شهر ثلاث شهور ولا هادي حنا باش ما كان غادي ها كتسالو كتسالو واخا ودابا عرفت انت راه بين شوف اسمع ليا تا هو اسمع ليا تا والله ما تينكر الجميل ديالك تا هو راه تيقول لك قدام الملاء تا هو درتي معايا الخير ودرتي معايا ودرتي معايا حنا هذا السيد هذا عنده بنيه ودابا حوايجو في الزنقه دابا اسمع ليا تصنت ليا دابا ممكن تعطيه المده على ما يخوي على ما حنا نقلبوا ليه على الكرا عطيه واحد المده شوف الله يجزيك بخير عطيه واحد المده على الاقل او واحد الشهير وحنا غنخلصوا ليه داك الشهير ديالو وليك ساعه غيخوي ليك حنا نقلبوا ليه على الكرا ان شاء الله ويخوي ليك صافي دابا شوف قدر الله ما شاء دابا انت غتحمل حنا غنتحملوا المسؤوليه ديال هذا السيد هذا الشهير شوف اسمع ليا الله يجزيك بخير حنا غادي نخلصوا ليه الشهير دابا نخلصوا ليه ماشي مشكل وعلى ما يقلب الشير في دابا دابا كاين مشكل لا ماشي الاذاعات حنا شوف حنا ما كنهضروش على الاذاعه لا ودابا دابا شوف حنا ما نخرجوش شوف ما نخرجوش على السيطره باش ما نبقاوش نهضروا في شي حاجه اللي ماشي مهمه حتى نهضروا في المسائل اللي هي دابا اللي حنا حاصين فيها بحال غتكمل الخير ديالك وغتزيدنا مع الاقل بحال حنا جينا عندك لدارك ترحب بينا الله يجزيك بخير انت من المغاربه معروف عليهم الكرم وكذا الله يجزيك بخير وقف معنا في هذا الشهير هذا وحنا غادي نخلصوه ليه ومن بعد حنا كلنا الناس اللي كاينين غيتحملوا المسؤوليه ديال هذا السيد الا ما خرجش في الشهير ديالك صافي خويا انا ساكن حداك انا ساكن حداك ساكن حداك انا من السكينه الا قدرتي تجي عندنا كاع هنايا وحنا نتحملوا المسؤوليه ديال التصير نخلص تابعين ودابا الا بغيتي دير معنا هذا الخير الله يجازيك بخير صيفط لنا السمسار كاع نعطيو الفلوس ديالو دابا ديال التصير وفي الشهر على ما يبقى التوكل ديالو ويخرج الله يجازيك بخير الله يدير شي تاوي ديال الخير الله يدير شي تاوي ديال الخير فالجيران والساكنه كيحاولوا لانهم يقنعوا هذا السيد مول الدار كيحاولوا لانهم يقنعوه باش يرجعوا للدار ويرجع هذا السيد والزوج ديالو البنيته الصغيره اللي مريضه بالتوحد كيحاولوا لانهم يقنعوه باش يرجعوا للدار الله يسر امره حنا السيد ما قلناش ليه شي كلمه ديال العيب السيد عنده الطريطه كيخلصها عنده الطريطه ديال الدار كيخلصها حتى هو خص الطريطه ديال الدار تخلص ليه حنا هادشي ما نكرناش ولكن في هاد الوقيته هادي والسيد ما عندوش فين غيمشي وهاد الشهر ديال الغفران هادشي علاش
هادشي اللي بقى في هاد السيد. فالله يرحم لكم والدين، بارطاجيو اللي قدر على انه يتعاون مع هاد السيد في سبيل الله. الرقم ديالو 0648 92 35 30. انا وصلوا على نهايه هاد البث المباشر، نلقاكم في بث اخر ان شاء الله، تبقاو على خير.